السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في وصفة جديدة إن شاء الله، اللي هي عبارة عن المخرقة على الطريقة الرباطية أو الشباكية. بالنسبة للمقادير هنايا غادي نحتاجو واحد زلافة كبيرة ديال الزنجلان مطحون، بطبيعة الحال تيكون منقي ومحمر ومطحون، كنطحنوه يعني تطحن مزيان مزيان، يعني يكون ارطب باش ما يكرفسناش في ملي نكونو كنطلقو العجينه. غنحتاجو هنايا واحد زلافه صغيره ديال اللوز، حتى هو بطبيعه الحال تيكون مقلي ومطحون، من الاحسن يتدعق حتى هو مزيان على شكل بحال بخاليني او عقده. غنحتاجو هنايا واحد الكاس كبير ديال الما زهر بالعامري، واحد كاس كبير ديال العنبه، راه كما كتشوفو هنايا ديال العنبه، كاس ديال الزيت بلديه، كاس ديال الزيت روميه، هنا واحد صاشية ونص ديال الخميرة ديال الحلوة. غنحتاجو هنايا واحد ثلاثة ديال المعالق صغار ديال النافع، حتى هو تيكون محمر ومطحون. هنايا معلقة صغيرة ديال المسيكة حرة. هنا غنحتاجو واحد ثلاثة ديال المعالق كبار ديال الخل. هنا غادي نحتاج دامات ديال الزعفران والزعفران شعرة. هنا غادي نحتاج ثلاثة ديال المعالق كبار ديال القرفة، وغادي نحتاج تقريبا كيلو ونص ديال طحين سبيسيال ديال الحلويات، وغادي نحتاج الماء باش غادي نجمع الخليط. بالنسبه لهنايا الزعفران، سمحوا لي اللي ما عندوش متوفر عنده الزعفران الحر، ماشي مشكل، كنعوضوه بهذا الزعفران داما، يعني نفس الشيء هذه كان كاضافه، يعني كنبغيو باش كنبنوا هذا الشباكيه ديالنا. بالنسبه للزعفران الحر غادي نديرو مع ما زهر باش يتطلق، يعني باش يطلق لنا مزيان فيه، ونبداو في التخلاط ديال الشباكيه ديالنا. هنا انا كنستعمل القصريه على الطريقه يعني البلديه، يعني ضروري من القصريه باش كناخذوا راحتنا في العجينه وفي كل شيء. اول حاجه هنايا انا كنخلط العناصر كامله ما عدا الطحين، الطحين هو اخر حاجه كنبدا نزيد. انا عندي قلت يعني زلافه كبيره ديال الزنجلان، اللوز، هنا عندي قلنا واحد ثلاثه معالق صغار ديال النافع، معلقه صغيره ديال مسكه حره. هاد المسكه حره يعني كتعطيها تعليكه، وكنتمنى انكم تجربوها، راه كتجي يعني هذه مقومه على حقها وطريقها، يعني كما قلت لكم على الطريقه ديال كنعيطوا لها حنايا الرباطيين كيعيطوا لها المخرقه، كتجي رائعه يعني مقومه مزيان، كتجي مجعبه من الداخل وكتجي شاربه العسل مزيان. هنا عندنا ثلاثه المعالق كبار ديال القرفه، درنا ثلاثه المعالق ديال الخل، هنايا كاس ديال العنبه زيت روميه، كاس ديال الزيت بلديه، هنديرو الضويمات ديال، حاولوا ما امكن تفاداو داك الملوي الغذائي اللي كان قديم، انا كنتفادى لان هذيك يعني، والصراحه حتى هذا ديال التمر حتى هو، ولكن انا بالنسبه لي هذا احسن شويه من الاخر. نحاول نفرتو مزيان، انا كنستعمل جوج لان عندي كيلو ونص ديال الطحين. نديرو خميره حلويات، قلنا دافية ونص كما كتشوفوا هنا، انا ما نستعملاش البيض، كاين اللي غيسول يقول لي علاش ما درتيش البيض. بالنسبه للبيض انا كنتفادى لان كيدير الكشكوشه، الا لاحظتوا كاين شي وحدين اللي كيقليو الشباكيه في الزيت، والزيت كتبدا تطلع لهم الكشكوشه، يعني ما كتبقاش كيبان لهم شنو كيديروا، يعني كتتعذب حتى في القلي، ما كتعطيكش فين تقلي مزيان. يعني البيض هو اللي كيدير لنا داك الكشكوشه في الزيت. هنا غادي نكب كاس كبير ديال الما زهر اللي خلطت معاه الزعفران شعره،
هنايا غادي نخلط هاد المكونات كاملين. بالنسبه للماء ما غاديش نزيدو دابا، غنبدا نعرك هاد المكونات كاملين ديالي على هاد الطريقه هادي حتى كينسجموا لي العناصر كاملين مزيان. حاولوا ما امكن ما نخليوش داكشي محبب كما قلت لكم باش ما يكرفصناش من كنكونوا كنطلقوا العجينه ديالنا وما يكرفصناش حتى في التقطاع. كنتمنى منكم انكم تدعموا القناه، تخليوا ان كومونتير الا جربتوا شي وصفه من الوصفات اللي حطيت لكم ان شاء الله، وديروا لايك وتفعلوا الجرس باش دائما يوصلكم الجديد. هنا هي عندي هنايا معبوره كيلو ونص ديال الطحين، غنبدا نزيدها بشويه بشويه وانا كنجمع في العجينه ديالي. كما قلت لكم هنايا كنستعمل القصريه هي اللي كتعطينا يعني اتساع فين غادي تجمعي لاباط مزيان. كما كتعرفوا لاباط ديال الشباكيه ما تكونش قاصحه وما تكونش خفيفة ما بين وبين. وحاولوا ما امكن ما تكتروش فيها بزاف ديال الدهنيات لانهما اللي تيهربوا العسل. الا كثرنا بزاف ديال الدهنيات كيهرب لنا العسل، ما كيبقاش داك الشباكيه معلكه وما كتشرب لناش العسل مزيان. حاولوا نديروا غير القياس الكافي. كنستمروا هكا بهذه الطريقه هذه حتى كنكملوا الكميه كامله اللي عندنا ديال لافارين، حتى كنساليو الكميه كامله ديال الفرينه عاد كنشوفوا الاحتياج ديالنا شحال غادي نزيدوا ديال الماء. نقدروا ندخلوا فيها كاس ديال العنبه اولا جوج الكيسان على حسب حتى الطحين الا كان كيشرب اولا كاين الطحين اللي كيشرب الماء بزاف، كاين اللي ما تيكون يعني يقدر ما يدخلكش كاع فيها الماء. كنبقاو هكا كما قلت لكم حتى غادي تشوفوا معايا كيفاش كتكون العجينه ديال المخلقه ولا الشباكيه. هنا من بعد ما عجنت الشباكيه ديالي زدت تقريبا جوج كيسان ديال العنبه ديال الماء، يعني ها هي العجينه كما كتشوفوا يعني ما كتكونش خفيفه وما كتكونش ثقيله. هنايا راه كتبغي تدليك مزيان، انا راه قسمتها على جوج لان كتجي شويه قاصحه باش تعركها كامله باش ما تعيش. كتعرك هكا يعني تبقى تتعرك مزيان بحال غنعجنوا العجينه ديال الخبز، خاصها تدلك مزيان باش كتسهل علينا في الطليق. من بعد ما كتدلك مزيان كنحاولوا يعني نقسموها على شكل كويرات، وكل كره كنديروها يا اما في بلاستيكه اولا نلوها في فيلم اليمونتير على الشكل هكا. نحاولوا نخرجوا يعني كريسات هكا صغار. كنكوروهم ونلويهم في الفيلم اليمونتير باش نخليوها ترتاح لنا واحد شويه. تبارك الله راه كتحط هذه كميه مزيان ديال الشباكيه، حيت تقريبا كيلو ديال الطحين يعني كيلو ديال الطحين تيعطينا 3 كيلو ديال الشباكيه من بعد ما كتعسل وما كتوجد كامله، يعني كيلو كيعطينا 3 كيلو ديال الشباكيه. كنتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه هذه، كما قلت لكم راه يعني فيها القوام وزوينه كتجي يعني مزيانه.
شكل هكا، ديروا لها السلوفان او لا اللي عندنا ولا بلاستيكه الا عندنا بلاستيك. ديروهم هكا ونخليوهم كيرتاحوا تقريبا واحد 10 حتى 15 دقيقه يرتاحوا، وداك الساعات كندوزو باش نبداو في التشباك ديال المخرقه ديالنا. هنا من بعد ما خلينا العجينه ديالنا تروبوزات تقريبا واحد 10 حتى 15 دقيقه على هذا الشكل هذا، هنا غادي تشوفني انا كنخدم على الطريقه التقليديه اللي كانت شحال هذه، ما غادي نستعمل الماكينه ديال العجينه اللي كتطلقها وكتسهلها. هنا كنفضل انا عندي الماكينه ولكن كنفضل نخدم بالطريقه التقليديه هي اللي كتعجبني. انا غادي نحتاج هاد الجراره ديال الشباك والرولو ديال باش غادي نطلقوا العجينه. هنا كنشد كما كتشوفوا ها هي العجينه ديالي مطلوقه مزيان، شوفوا معايا هاد الطريقه اللي غادي ندير باش كما قلت لكم كتجي مجعبه الشباكيه ديالي كتجي معلكه. حاول نطلقها بحال غادي نطلق لاباط فويتي، حاول هكا نربعها وغادي نثنيها على هذا الشكل هذا هكا، ونبدا عاد نطلق فيها باش كتجيني مجعبه وخاويه من الداخل. انا لاباط ديالي كنديرها رقيقه واللي بغات تستعمل عندها الماكينه ديال اللي كنطلقوا فيها هاد الورقه ديال اولا ديال المعجنات بغات تستعملها هي على حسب الطريقه ديال الخدمه ديالها ماشي مشكل. انا كما قلت لكم هنايا انا اللي ما كنبغيش نستعملها، كتعجبني هاد الطريقه التقليديه اللي كانت شحال هادي ما فيها باس نحيو هاد التقاليد هذا يعني اللي كانوا شحال ديال زمان، يعني كتكون داكشي يعني كتخدم على الطريقه التقليديه اللي كانوا كيديروا مواطنا وجداتنا، يعني ما كاينش ما احسن من داك التقاليد كيكونوا زوينين وكيعطيو واحد النكهة اللي كيكون هكا رمضان قرب. هنا خصها تكون رقيقة، انا كنحاول نطلق رقيقة لان ديجا عندي فيها الخميرة ديال الحلوة. لان انا ما كنقليهاش سيغ بلاص، يعني تقريبا حتى كندير النص ديال العجينه اللي عندي عاد كنبدا في القلي ديال الشباكيه والتاس. هاد الطريقه هادي هنايا من بعد ما طلقتها يعني ها هي يبان لكم السمك ديالها. غنحاول نحيدو هاد الشناب باش نقادو. دابا غادي نبدا انا هنايا كنستعمل الطريقه ديالي، هانتوما تشوفوا كندير خمسة وكنقطع واحد جوج ثلاثة أربعة، وفي الخمسة هي اللي كنقطع. نعاود واحد جوج ثلاثة أربعة، الخمسة كنقطع، يعني كاين اللي كيدير ستة، انا كنفضل ان هذه ديال خمسة باش كتجي حتى للشباكيه على شكل وردة. قلنا كنديرو ربعة والخمسة كنقطع فيها، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة نقطع، واحد جوج ثلاثة أربعة والخمسة نقطع، واحد جوج ثلاثة أربعة. هاهي ديجا عندي هادي غنقادها واحد شوية صافي، دوكا نمشيو نحيدو كنستمرو. ها نوريكم الطريقة ديال الشباك، ها
هنا كنهز العجينه ديالي، كنهز وحده ونطلق وحده، نهز وحده ونطلق وحده، ونهز الثالثه، كنجي لهاد القنيتات كنجمعهم بيديا ونحاول ندخل، وكتولي لي على هذا الشكل هكا، على شكل وريضه. على هذه الطريقه هذه غنعاود معكم جوج وثلاثه الشكل باش تشوفوا الطريقه مزيان. قلنا كنقبطوها بهذه الطريقه هذه، كنهز وحده ونطلق وحيده، نعاود نهز الاخرى ونطلق الثالثه ونهز. وهاد الجنيبات هادو اللي عندي هنا من التحت هما اللي كنشدهم مزيان، وكنلوي هكا على هاد الشكل هكا، كتعطيني على هاد الشكل ديال الوريضه باش تبان اكثر. نعاودو، هنا كنهزو وحده ونطلقو وحده، نهزو عاود الاخرى ونطلقو الاخرى، ونهزو، يعني ثلاثه كيكونوا عندنا مهزوزين وجوج من التحت، وهاد الجنيبات هادو كنبركو عليهم، وكتجينا هكا على هاد الشكل هكا. عطينا شكل ديال الورده كتجي زوينه في المنظر ديالها. نهز وحده ونطلق وحده، ونهز الاخرى ونطلق الاخرى، قلنا ثلاثه الفوق وجوج التحت، كنجمعو هكا وكنخرجوها على هاد الشكل هذا، كنجمعوها بهذه الطريقه. كتجي ساهله، كنتمنى انكم تجربوها، يعني هي كتاخذ لي مثلا ما طلقش يدو مزيان في الشباكيه راه غادي تجي شويه في الاول صعيب، ولكن مع لا بخاتيك راه كتجي ساهله، راه ماشي شي حاجه اللي هي مصعبه بزاف ولا هذا، راه ساهله، غير خص بنادم يطلق شويه يديه في الحاجه. لا بخاتيك ضروري منها، الا ما كانش لا بخاتيك راه ما عمرك ما تعلم حتى شي حاجه، ضروري الحاجه نجربوها ونعاودوها ما فيها باس. يعني هكا هما كتجيو على هذا الشكل ديال الوريضه، كنستفوهم في المقيله ديالنا اولا في سوينيات الشكل. هنا كنبقاو هكا بنفس الشكل، نقدو نقطعو عاوتاني باش تشوفوا كيفاش درت ليها. نعاودها معكم، هنا قلنا واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه، كنقطع 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 واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه، واحد جوج ثلاثه اربعه، نقدو حدي. الطريقه راه هي ساهله، ماشي زعما شي حاجه اللي هي صعيبه. هانتوما كتشوفوا لاباط يعني رقيقه، باش ما كتجيش غليظه في الماكله، ما كتجيش خايبه. كنا كنهزو وحده ونطلقو وحده، كنجيو لهنايا نجمعو، كتعطينا هاد الشكل هكا على شكل وريضه. كنستمروا على هاد الشكل هكا حتى كنساليو، قلنا النص ديال العجينه غير النص، عاد كنبداو نقليو باش ما كندركوش شي، باش النيت كنخليو الشباكيه من بعد ما كتسقطر من الزيت كنخليوها تعسل مزيان في العسيله، وعاد كنكملو الباقي ديال العجينه ديالنا. وبقاو معايا باش تشوفوا الطريقه ديال القلي والتعسيل. هنا من بعد ما طلقت تقريبا واحد الربعه ديال الكواري ولا خمسه على حساب شحال خرجوا لنا، كما قلت انا كندير غير النص، كنشبكو هو الاولاني وكنبدا في القلي. غنحتاج هنايا الزيت كي خصها تكون نقيه جديده، كنديرها في طاوه تكون شويه هكا غارقه، وكناخذ يعني واحد الباسين ندير فيها صفايه، ونحتاج الشبيكه باش نهزو. هنايا كما قلت لكم كنهز انا المخرقه ديال من بعد ما كتقلى، كنديرها حتى كتنشف كتسقطر مزيان من الزيت، عاد كنديرها في العسل. العسل كتكون بارده، يعني الشباكيه سخونه والعسيله بارده، عمركم ما تسخنوا العسل من ملي تبغيو ديروا الشباكيه. هنا هي الشباكيه ديالنا كما كتشوفوا، هادو كنبدا دائما بالصينيه الاولانيه اللي بديت بها، وحنا غاديين يعني كنستفوهم على حساب حتى كان تدريجيا، يعني حتى كتسخن الزيت ديالي مزيان عاد كنبدا ندير هاد الشباكيه ديالي. تسخن الزويته ديالي مزيان كما قلت لكم، يعني الا بغيتوها تشرب لكم العسل مزيان وما يهبطكمش منها العسل، من تهزوا الشباكيه من بعد ما كتقلى كنخليوها حتى كتسقطر، عاد كنديروها في العسل ونخليوها واحد لو طون ديال الوقت الكافي اللي غادي تشرب لنا فيه العسل مزيان، عاد كنهزيوها نصفيوها وكنبداو نستفوها في لي باركيت اولا في البواطات اللي غادي نكونسيرفيو فيها الشباكيه. وعاد كنديروا طريقه الحال الزنجلان اولا اللي بغى يدير اللوز كونكاسي يدير اللوز كونكاسي على حسب المستطاع ديال كل واحد.
هنا من بعد ما سخن ليا الزويته كنبدا نحط الشبكيه ديالي. هنا راه في الاول كتنزل لتحت من بعد كتبدا تطلع للفوق. هنا ماشي مشكل نعمرو الطاوة ديالنا مزيان. ما غتكون هنايا داكشي علاش كنستعملو واحد يعني كسرونة اولا مقلاة تكون غارقة باش يكون عندنا لاسباس الكافي فين تقلى لينا الشباكية مزيان. هادي غنعمر القيلة ديالي مزيان. انا كما قلتلكم ملي كتسخن الزيت وكنغميو فيها الشباكيه ديالنا ما كنحاولوا ما نقيسوهاش لان كتكون باقا طريه باش ما تهرش حتى كتبدا تقبط راسها مزيان. تقبط راسها مزيان تبدا تحمر ما نخليوهاش حتى تحرق. غنزيدها غير واحد الشويه ونهزها. قلنا كنديروها تسقطر حتى كتسقطر مزيان من الزيت باش كتشرب لنا العسل. عاد كنطفيوها في العسل وكنخليوها الوقت الكافي اللي غادي تشرب لنا فيه العسل مزيان. عاد كنبداو نهزوها ونديرو فيها الزنجلان ونديروها في لي بواط ديالنا اولا في لي باكيت على حساب فين بغيتو تخبيوها. هنايا هاهي بدات كتحمر كما كتشوفوا اللون ديالها هكا. خليوهاش حتى تحرق ونصفيوها مزيان نديروها في هاد الشبيكه هادي تتصفى. كما كتشوفوا هنايا راه الزويته ديالنا ما دارت لنا لا كشكوش لا والو لان ما فيهاش البيض. كما ذكرت لكم قبيله انه البيض هو اللي كيدير لنا داك الكشكوشه في الزيت ملي كنبغيو نقليوها هاكا بهذه الطريقه هذه. نصوها كامله صافي. كنستمروا على هذه الطريقه هذه. قلنا هادي غنخليوها تسقطر حتى تسقطر مزيان وحنا كنقليو بهذه الطريقه هادي كنكملو وكنبداو نديرو في العسل حتى كتصفى تعسل لنا مزيان. وعاد كندوزو نبداو نكونسيرفيو. بقاو معايا باش تشوفوا الطريقه ديال التعسال وديال الكونسيرفاسيون. انا من بعد ما كنقليو الشباكيه ديالنا كامله كما كتشوفوا هنايا كيكون عندنا بانيو كبير اولا طاوه كبيره اللي كنديرو فيها الشباكيه كيخصها تبقى مده طويله باش تعسل تقريبا كل وحده. الا قدرنا نخليوها حتى ساعه في العسل باش كتشرب لنا العسل مزيان كان احسن. يعني كنخليوها هكا هذه اللي باقا طريه. طبيعه الحال كنحتاجو زنجلان يعني كيجي هذا هو الشكل النهائي ديال الشباكيه ديالنا من بعد ما كتوجد. يعني كتجي هكا على هذا الشكل هذا هكا يعني كتجي محلكه وهشيشه يعني كتجي خاويه من الداخل. وبالصحة والراحة كنتمنى انكم تجربوها وتابوناو في لاشين ان شاء الله باش دائما وتفعلوا الجرس وما فيها بس تخليو لنا لايك وكومونتير باش دائما يوصلكم الجديد. وبالصحة والراحة.